مرحبا بالجميع، أنا اسمي أيمن بودر من الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حلقة الطوارئ والمعروفة عالميا باسم الآيني. أتحدث إليكم اليوم من مدينة بيرث في غرب أستراليا حيث أقيم. أولا، لقاءات الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حلقة الطوارئ هي تجمعات غير رسمية لأعضاء الشبكة وتعقد في أي مكان في العالم وبأي لغة. يمكن المشاركة لأي شخص في هذه اللقاءات فهي مفتوحة، وسواء كانت تعقد بشكل شخصي أو بشكل افتراضي. تهدف هذه اللقاءات إلى توفير الفرصة لأعضاء الشبكة وإلى أي أشخاص آخرين مهتمين في مجال التعليم، وخصوصا التعليم في حالة الطوارئ، وتهدف أيضا إلى تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة مواضيع ذات صلة بالسياق المحلي في المكان الجغرافي وفي الاهتمام المواضيعي لهذه الخبرات لخبراتكم. يمكن أيضا المشاركة في هذه اللقاءات، لقاءات العيني، بطريقتين مختلفتين، أو يمكن اختيار أحدهما أو المشاركة في تلك في كل من الطريقتين. الطريقة الأولى هي عبر الانضمام إلى لقاء معين من لقاءات الآيني كمشارك. كل ما عليك فعله هو زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بلقاءات الآيني عبر موقع الآيني عبر الإنترنت، ومن ثم النقر على اللقاء المطابق للتواريخ التي تفضلونها وتفضلون الانضمام إليها. ستكون هناك قائمة شاملة بهذه اللقاءات، طبعا متوفرة حسب التاريخ، حسب الوقت المعين واللغة التي تفضلون الانضمام إليها، وبالإضافة إلى تفاصيل أخرى حول كيفية الانضمام لهذه اللقاءات. كما أيضا تحتوي الصفحة الإلكترونية على كالندر أو تقويم يسرد جميع اللقاءات، مما يسهل عليكم متابعتها بشكل سريع وسهل الوصول. ويمكنكم أيضا إضافة هذه اللقاءات إلى تقويمك الخاص لتتأكد أنه ما يضيع منك أي لقاء تود الحضور فيه. الطريقة الثانية للمشاركة في هذه اللقاءات هو التطوع لتنظيم لقاء بنفسك. يمكن لأي شخص تنظيم أي لقاء عبر اختيار موضوع معين، أو سواء كان يركز على بقعة جغرافية معينة أو لغة أو توقيت معين. إذا كنتم ترغبون في تنظيم لقاء من لقاءات العيني، فنشجعكم على الاستجابة للدعوة التي تم نشرها ومشاركتها على نطاق واسع من خلال القوائم البريدية ووسائل التواصل الاجتماعي وموقع الشبكة عبر الإنترنت، وكذلك مجتمع ممارسي الآيني عبر منصة سلاك. كل ما عليك فعله هو ملء استمارة بسيطة تحتوي على تفاصيل حول اللقاء الذي ترغب في تنظيمه، وسيقوم فريق الآيني بالإعلان عن هذا اللقاء الخاص بكم. يرجى الملاحظة أنه يجب أن لا يترتب على المشاركة في لقاءات العيني أي تكاليف أو رسوم. تقدم الشبكة المشتركة لوكالة التعليم في حلقة الطوارئ العيني الكثير من الدعم لمنظمي هذه اللقاءات. أولا وقبل كل شيء، يمكن للمنظمين الاعتماد والتواصل على الدعم المستمر الذي تقدمه مديرة التواصل مع الآيني في الشبكة، وكذلك أحد موظفي أمانتها العامة. يمكن أيضا طلب المساعدة بأي لغة تفضلونها أو حسب المجالات المواضيعية ذات الصلة بالشبكة. سيجد المنظمون أيضا إرشادات وتعليمات مفصلة حول تنظيم هذه اللقاءات. يمكن الوصول إلى قائمة من التعليمات عبر زيارة الصفحة الإلكترونية الآيني عبر موقع الشبكة الإلكتروني على الإنترنت،
ويمكننا أيضا مشاركة هذه التعليمات بشكل مباشر مع منظمي اللقاءات. تستضيف الأمانة العامة للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ لقاءين افتراضيين لدعم المنظمين منظمي هذه اللقاءات، وهي أيضا فرصة لطرح أي أسئلة متعلقة بتنظيم هذه اللقاءات، كما أيضا تتيح هذه اللقاءات المساحة للخبرات وتبادل الخبرات التي ينظمها المنظمون السابقون لهذه اللقاءات والحاليين، كما هو تعزز الاتصال والتواصل مع منظمي اللقاءات الآخرين من العالم بشكل كامل. ومن بعد ذلك سيتم دعوة المنظمين منظمي اللقاءات إلى الانضمام إلى منصة مجتمع ممارسي الآيمي عبر تطبيق السلاك، وذلك لمواصلة تبادل الآراء والتفاعل مع أعضاء الآيمي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك سيتم الترويج لجميع هذه اللقاءات قبل وأثناء كل جولة من هذه اللقاءات. تعرض هذه اللقاءات بشكل بارز عبر صفحة لقاءات الشبكة المشتركة لوكالة التعليم في حي الطوارئ على الإنترنت، وسيتم أيضا إرسال رسائل موجهة للأعضاء في البلد المعين، وكذلك رسائل عامة للأعضاء للتذكير بمواعيد هذه اللقاءات. يرجى زيارة موقع الشبكة الإلكتروني عبر الإنترنت www.inee.org لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه اللقاءات. وأخيرا نرغب ونأمل أن نراكم في هذه اللقاءات القادمة. كل التوفيق.